يا صوت في الحي. فيه يا ولا ابوك جرى له حاجه؟ لا. امك؟ لا. انا مش قلت لك 100 مره قبل ما تخش عليا تخبط؟ هو البيت ده ما فيهوش خصوصيه خالص. وبعدين انت ما تنقلتش رحت المدرسه ليه؟ قوم اخرج يلا معايا تليفون. اركني المكالمه على جنب دلوقتي وركزي معايا، انت بقيتي ترند. ترند؟ وريني دلوقتي. ترند فين؟ صحيت انا بقيت ترند يا بنتي. انا ترند يا واد يا حمام، هات بوزه ده انا مش هلحق مش هلحق على الدروس بعد كده. الو يا فيلي بقى تنيلي انت اما نشوف موضوع الترند ده وصل لفين. وهو بقى قول لي بقى يعني ايه ده كام واحد؟ وصل ل 4000 شير. بس الناس سايبه كل اللي قلتيه في اللايف ده وماسكين في حاجه واحده بس. طبعا مشكله نور صح؟ مين رندا الحامل دي؟ هم عرفوا منين؟